جدا لازم نقول الحقيقه انه بشوف انه من النجاحات اللي تحسب لاتحاد الكره التعاقد مع روي فيتوريا مدربه المنتخب الاول والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الاولمبي اللي بنتمنى له التوفيق. راجل من مدرسه محترم جدا المدرسه البرازيلي، انا بحترم جدا المدرسه اللاتينيه قريبه جدا منا ومن ثقافتنا. طبعا ده لقطات من المؤتمر الصحفي اللي تم تقديمه فيه، وراجل تصريحاته يعني طموحه جدا ايجابيه جدا، نتمنى انه ينجح في تحقيق ولو جزء منها، وبيحلم قال انا بحلم ان انا احقق ميداليه اولمبيه مع المنتخب المصري. وللي ما يعرفش سبق انه حقق بالفعل ميداليه ذهب في مع منتخب البرازيل الاولمبي اعتقد في اولمبياد ريو دي جانيرو. قال طبعا انه عارف حاجات كتيره جدا عن الكره المصريه، وعارف ان محمد صلاح واحد من اهم نجوم الكره في العالم، وقال انه فكره انه يشارك مع منتخب مصر الاولمبي حاجه مش سهله. يعني كان ليه مجموعه من التصريحات كده المرتبطه بالمنتخب الاولمبي والمرتبطه برؤيته واهدافه اللي ممكن يحققها في الفتره اللي جايه مع المنتخب، اللي اعتقد انه برضو واحده من القماشات المحترمه جدا واللي ممكن تراهن عليها جدا في تحقيق القاب للكره المصريه. وبالمناسبه يمكن كابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره كان ليه كلمه، خلينا نشوف كابتن بركات قال ايه ونرجع لحضراتكم. يعني احنا كاعضاء مجلس اداره سعداء بوجود مستر روجيريو ميكالي مدير فني للمنتخب الاولمبي الفتره اللي جايه. يمكن زي ما قلنا في المؤتمر احنا كان يعني عندنا يمكن حوالي مثلا سيفات لخمس ست مدربين على اعلى مستوى، وفي الاخر مجلس الاداره يمكن اختار ان هو مستر ميكالي اللي يبقى موجود الفتره اللي جايه. راجل خبراته كبيره خصوصا في المرحلة السنية دي، راجل عنده إنجازات كبيرة حققها، فضية كأس العالم مع منتخب الشباب البرازيلي، ذهبية الأولمبياد مع منتخب البرازيل، ويمكن دي كانت أول ذهبية في تاريخ البرازيل في كرة القدم. برضو وجوده في المنطقة العربية برضو فترة من الفترات سواء في السعودية أو في الإمارات، فبرضو دوت بيخلي على دراية برضو بالكرة العربية وحتى أسلوب الحياة، وده يمكن حتى اتكلم معايا فيه أما وصل. المفاوضات مع الرجل ما كانتش صعبة خالص، الرجل كان من يعني كان واضح جدا إن من أول اتصال إن هو كان حابب إن هو يبقى موجود، ما كانش بيعقد الدنيا خالص، هو الراجل كان بيسهل واحنا في نفس الوقت كنا عايزينه، فكنا احنا برضو مسهلين الموضوع. حتى يمكن مستر زيلر الايجنت بتاعه حتى راجل برضو كان بيقرب وجهات النظر جدا، واضح ان هم كانوا حابين ان هم جايين لان هم عارفين مصر وعارفين قيمه منتخب مصر. تعرفين ان احنا الفترات اللي فاتت كان منتخب الاولمبي بيدربه مدير فني مصري، وكابتن شوقي غريب بصراحه طبعا يمكن ما قصرش خالص الفتره اللي قضاها وعمل انجازات مع المراحل السنيه الصغيره الكابتن شوقي، ولكن احنا شفنا ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده الفتره الجايه للكره المصريه، وده كان بان من خلال اتفاقنا مع مستر ميكالي ان احنا عندنا طموح وهو كمان عنده نفس الطموح ان احنا مش مجرد نوصل الاولمبياد، لا عايزين نوصل الاولمبياد وعايزين ان احنا كمان ننافس على ميداليا، لان احنا عندنا الخامه دايما بتبقى كويسه في اللعيبه، وده حتى بان الفتره الاخرانيه في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، وشفنا يعني كابتن محمود جابر والبطوله العربيه وبيلعب النهائي وبيخسر بركله جزاء ضربت في القائم ورجعت، نفس الامور بالنسبه للكابتن محمد وهبه ماشي بشكل كويس. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو دوت من ساعه ما المجلس جه وكلفوني انا والكابتن حازم امام بالاشراف على المنتخبات اللي عندنا. طبعا اكيد احنا عايزين ننجح، والنجاح بيجي دايما من النتائج الجيده للمنتخبات، فاحنا علشان كده احنا ما بنحاول ان احنا نقدم اي حاجه. شفنا مستر روي فيتوريا من ثلاث اسابيع، شفنا مستر ميكالي، شفنا حتى المنظومه التحكيميه غيرناها، وجي كلاتنبرج واحد من افضل الحكام اللي كانوا موجودين في الدوري الانجليزي، والمرحله الاخيره هتكون المدير الفني لاتحاد الكوره ان شاء الله بدعمكم. احنا نتمنى ان ربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله ونرتقي بالكره المصريه اللي هي اصلا مكانها كبير جدا واحنا عارفين ايه. شكرا. اعتقد ما حدش يختلف مع الكلام اللي قاله محمد بركات، كل التوفيق لميكالي طبعا مدير فني جديد للمنتخب الاولمبي، ويحسب الحقيقه
لكابتن محمود جابر انه حافظ على قوام، ويتهيالي ان المنتخب ده اللي اسسه كابتن او شارك يعني في تاسيسه، لانه الفضل طبعا يعطى لاهله او يحسب لاهله عدد كبير مديرين فنيين، بس بعتقد انه كابتن ربيع ياسين كان صاحب بصمه مهمه جدا في المنتخب اللي حضراتكم تابعتوه في كاس العرب، وبيقول انه اللعيبه عندنا حياه في مصر ما فيش شك انه في امكانيات دايما كويسه، لكن مهم ازاي تعتني بيها وازاي تديها الفرصه وازاي تكمل معاها وتأهلها، لانه بشوف المنتخب ده مع منتخب كابتن شوقي غريب اللي هو كان منتخب الاولمبي لكلهم الحقيقه نجوم النهارده في الدوري المصري، هم رهنا في كاس العالم 26. طيب